حقيقي دورتين في سنة واحدة ده إنجاز كبير في ظل الظروف اللي احنا فيها، في ظل التحديات اللي احنا بنواجهها، في ظروف ناس خايفة، ناس قلقانة، اللي انا شايفاه وكأن مفيش حاجة خالص بجد. والله الحمد لله، هو فعلا اقل من 180 يوم. احنا بدأنا تجهيز المعرض ده من شهر 8، المعرض اللي قبله خلص في 15/6، يعني بنتكلم في 45 يوم راحة بس. لكن صراحة الفرحة الأكبر يمكن بزيادة عدد الناشرين ل 30% عن الدورة اللي كانت من 6 شهور. كان متوقع ان المعرض لما يرجع لميعاده الطبيعي من 6 شهور الناس كانت موجودة في القاهرة، انا بتكلم عن الناشرين العرب والأجانب اللي بيجوا من بره، ان مش هيجي تاني وينزل القاهرة بعد 6 شهور، لان هو لسه مخلص مبيعاته ومشاركات، ما بقالوش يعني 180 يوم. ولكن فعلا اقبال كبير، وكمان دور النشر المصرية بصراحة قدمت في 6 شهور اللي فاتوا دول عدد مطبوعات كبير جدا، عوض السنة ونص بتاعت الكورونا اللي كان حركة النشر فيها متوقفة. ايه الانشطة الجديدة؟ ايه الفعاليات الجديدة اللي موجودة في الدورة 53 دكتور شوكت؟ خليني اقول لحضرتك ان الناس متعودة على نشاط المعرض كل سنة ان بيزيد فيه حاجة جديدة او محور جديد او غيره. احنا السنة دي مزودين 3 حاجات في الدورة دي. الحاجة الاولى هو فصل نشاط معرض الطفل بجناح الطفل بدور النشر الكتاب التعليمي في جناح 5 اللي موجود على شمال الداخل من الابواب المعرض. هيلاقي جناح 5 اللي هو مكان المسرح والسينما في الدوره اللي فاتت، هيلاقي الجناح ده فيه اكتر من حوالي 70 نشر للاطفال زائد الفعاليات الخاصه بالطفل. فعاليات الطفل بتبقى حكايات، ورش فنيه، مسرح، فرق موسيقيه بتغني للاطفال، زائد الفي ار اللي هو بيقدم قصص للاستاذ عبد التواب يوسف اللي هو شخصيه معرض الطفل اللي استحدث المره دي كشخصيه لمعرض الطفل، وهي اول دوره في 53 سنه يبقى فيها شخصيه معرض للاطفال. اللي عايز اقوله كمان ان معرض الجناح الطفل بيقدم مسابقه يوميا بالتعاون ما بين اسره الكاتب الكبير الاستاذ عبد التواب يوسف وبين هيئه الكتاب، وهيوزع جوائزها بحضور اسره الاستاذ عبد التواب يوسف وابنه طبعا الاستاذ الاعلامي المعروف الاستاذ عصام يوسف في يوم 5/2 ان شاء الله، وبنته الاستاذ الدكتوره نهى هيقدموا جوائز المسابقه الخاصه بعبد التواب يوسف. ده على مستوى التغيير في الاطر العامه لنشاط معرض الطفل. زودنا ايه كمان بقى؟ فكره كشك الفنون، هو كشك الموسيقى اللي كان بيعرض مجموعه فنانين من الموسيقى العربيه والاوبرا وكونسرفاتوار وعازفين هواه ومحترفين، وسعناه عشان تبقى ساحه الفنون. فبقى المسرح بدل ما هو كان صغير السنه اللي فاتت بقى مسرح اكبر 6x6، بقى فيه اضاءه عشان يشتغل مساء. كمان شعراء العاميه صراحه بجهود لجنه الشعر في المعرض قرروا ان هم ينزلوا شعر العاميه عشان يقرا في الساحه في وسط الجمهور، على اساس ان شعر العاميه شويه كوجهه نظرنا كلجنه صحفيه ان هو اقرب للشعر ومحفلي اكتر من القصيده، مش تمييزا زي ما بعض الناس اعتقدت ان قصيده الفصحى وقصيده العاميه. لكن احنا حاولنا نرجع لفكره الشعر الجوال. الجوال اللي بيقول الحاكي اللي بيحكي اصلا هو اصلا الشعر العربي نفسه كان بيقال في المنتديات يعني وفي الاسواق. فحاولنا نعمل ده، قلنا نجرب السنه دي نازل شعر العاميه ولو نجحت التجربه نخلي فعاليات الشعريه كلها في وسط الجمهور. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه الجديده واللي صراحه برضو كان يعني بتعاون كبير جدا من اداره الهيئه فيها مع كمان كتير من الوزارات والجهات الدولية، هي البرنامج المهني. البرنامج المهني كان بيشتغل على محور أو محورين بالكتير، السنة دي 7 محاور لبرنامج المهني. البرنامج المهني يمكن ما يهمش المشاهد العادي لكن يهم المرتبطين بسوق الكتاب، لو متعلق بالنشر، بالترجمة، هو الملكية الفكرية، المشاكل اللي بتواجه الناشرين في الاستثمار، في التبادل، ليه علاقه بالصناعه اكتر كصناعه اكتر منها. والدكتور هيثم كان طرح فكره جميله جدا وافقت عليها اللجنه العليا، انه يعمل كمان بوس خاص بصناعات الكتاب، او لو واحد بيصمم اغلفه بيحب يعمل تصميم داخلي للكتب، شغال محرر، شغال مصحح، شغال في اي مجال مرتبط بالكتاب هيجي يسجل اسمه. وده تشجيع كبير جدا للمواهب الشابه طبعا في الصناعه، وهيتم تزويد قاعده البيانات دي باتحاد الناشرين، وبالتالي اي دار نشر محتاجه محررين هتلاقي قاعده بيانات، محتاجه مصححين هتلاقي قاعده بيانات، محتاجه حد يصمم غلفه. فدي يمكن من الحاجات الجديده اللي في معرض سينما. جميل.